اتفضلي. هتلف عقرب الساعة 5 مرات وكل لفة بسؤال، وخد بالك إن أنا معايا 4 أسئلة مدافع. 3 و6 و9 و12 أول لفة. اللي أنت الحظ بعينه. إن شاء الله وشك حلو عليا. اللي أنا عارفينه يا نهار اللهم صل على النبي. يعني على الهضبة. ياس. بقت. الحمد لله حظي حلو، شفت الغنوة ليها سر باتع. السؤال رقم 8. نعم. مثلت في مسلسل بيمبو. أيوه. بصراحة وبدون مجاملة. آه. إيه رأيك في ويجز كممثل؟ جميل. يعني جميل، وشه جميل، وعنده قبول كبير، وكمان موهوب إنه يبقى ممثل. وعمل الدور كويس جدا عشان كان في كاركتر. أداؤه التمثيلي تحديدا. حلو قوي، كان عامل كاركتر. وكان واضح، يعني هو واد صعيدي وبعدين بيقابل أحمد مالك يعني الكيمياء بتاعته حلوة مع الناس. ومعايا أنا طبعًا كنت الشرير كشف. لكن هو ليه مستقبل، وبقى انت عارفه وشه جميل زي بتوع زمان. فاكره الوشوش بتاع البلاك اند وايت دي، والناس الطيب الحلو ده المريح جدا، ويجز من النوع ده. وهيبقى ليه مستقبل كبير في التمثيل لو اهتم بالتمثيل. انت بتسمعه؟ بتسمع اغانيه؟ هو لذيذ، هو مش مزعج. يعني بسمع له حاجه بس مش هغني له يعني غلط. انت غنيت لي دلوقتي انت الحظ. طب انا عمرو دياب الهضبه. عشان انا هي موقفها كده معايا، انا رايح على حظي هيبقى حلو ولا وحش، فطلعت الغنوه ليها سر. مش حافظ الاغنيه، اللفه اللي بعدها مش هحرجك يا لطفي. اوكي. اللفه اللي بعدها. يا رب استر. بسم طب الله. غني بقى وانت بتلف تاني. هو الحظ حلو قوي الغنوه دي. شفت غني بقى. مش عارف اعمل ازاي بس بسم الله يعني. يا ترى فيها عافيه شويه اللفه دي، بس ممكن العافيه بتورط. يا ترى يا رب ما ادفع بقى. اوه ماي جاد. عشان ما غنيتش. العافيه بتورط. عشان ما غنيتش اول بوكس. انت حتى ارقام لاتيني ليه؟ شفت؟ لاتيني ولا تغديني؟ هاي. بسم الله. ايه؟ لا الاثنين كويسين. الجمهور يخمن يعني قراره بالسؤال. طيب. طيب بعض الناس قارنوا بين نيلي كريم وهند صبري في دور السعديه، مين تكسب في رايك؟ الاثنين كويسين يعني، صدقيني انا ممثل وعارف. مين عمل دور الصعيدي اقوى؟ نيلي كريم عملوه كويس. في عملة نادرة. الاثنين عملوه ولا كويس. ولا عندك هند صبري الجزيرة؟ يعني مفيش واحدة فيهم عاملة كده والتانية مش عاملة كده، لا الاثنين عاملين عملوه كويس جدا الحقيقة، والله العظيم. ما دبلوماسية منك؟ أنا حلفت بالله. وأنا مصدقة. الاثنين كويسين والله العظيم في الدور، وعملوه كويس جدا. يعني مش هقدر أختار منه. يعني كل واحدة فيهم عملت الدور كويس، ما أقدرش يعني أبقى أنا ما بعرفش في المهنة لو أنا قلت فلان عمل. أنت بتلاقي في مشاهد صغيرة كده صامتة بتعمل للممثل يعني. طيب. تاريخ. هند صبري التونسية. أتقنت جدا اللهجة السعودية. بنت عرب يعني، هي التونسية دي غريبة علينا. لا طبعا اخواتنا وحبايبنا. بس في ممثلين عرب تانيين. شكلها كمان الخلطة هند يعني. لا 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 اسمعني. طيب في ممثلين عندنا عرب تانيين، ممثلين عرب بيمثلوا في مصر مثلا من 20 سنة. بس لحد دلوقتي ما اتقنوش اللهجة صح. كويس يعني هم ممثلين عموما. اللهجة انت اكيد عارف انا اقصد ايه وعايز تهرب من السؤال. اقول لك على حاجة، الممثلة اللي بتعرف لغة عربية فصحى سليمة تقدر تعمل اي لهجة. ثواني انت المصريين عايز عندهم لغة حلوة. عايز تهرب من السؤال؟ من اخر عايز تهرب قول لي اه عايز وهنلف اللفه اللي بعدها. انا اجيب حد من بتوع اللهجه بقى، اكلم استاذ عبد النبي يجي صحح لنا. انت عايز اللغه اللي بيني وبينك دي. انت عايز تهرب من السؤال؟ انت بتتحديني. بتحديك. اللي مخرجك في البلكونه دلوقتي خش جوه. عايز تهرب من السؤال يا لطفي قول لي وانا هعمل. ما فهمتوش السؤال ده ايه؟ ما فهمتوش. انت فهمته وعارف قصدي. وبتلف وتدور عليا. سيب بقى الكارت واللفه اللي بعدها هعديها لك عشان انت بس ايه؟ انت عارف ان انت مش عايز اذكر غالي اسماء عندي. مش عايز اذكر اسماء يعني. كويس يعني في ممثلين من لبنان وفي هو انت بس من تونس ومن سوريا ومن سوريا. يعني انت عارف انا اقصد مين. والسوشيال ميديا ما بتتكلمش غير عنه. وعارف قصدي. اوكي هو دي امكانياته، ما اقدرش اطلعها انا كعيب عنده.
هو ودانه ما بتسمعش كويس. اللي انا بص مش هقول مين ولا فين، بس انا اقول لك النصيحه السليمه، هو ودانه ما بتسمعش كويس. اللي بيسمع كويس بيعرف مكان الحرف بيخرج ازاي والاكسنت بتبقى ايه، واللي عنده اجاده للغه العربيه الفصحى يقدر يعمل اي اكسنت واي لهجه في الدنيا. فالممثل اللي هو ده اللي انت بتقول عليه وانا ما عرفتوش وما تقولهوش، ليه تتكلم انجليش كتير؟ معلش عشان افهمكم برضه، ولا موهبه؟ عشان برضه الحلوه يعني متعلم بره. انا عايز اعرف. لا انا متعلم بره. بره فين؟ بره سور المدرسه حضرتك. اللفه اللي بعدها. مش هو ده حاجه اللفه اللي بعدها. ده مش حبر سري انا. بص لف لف.